أود أن نتحدث اليوم عن نوع مكتشف جديداً من أنواع الضفادع الشفافة التي تعتبر آية من آيات المبدع سبحانه وتعالى. العلماء أيها الأحبة في كل يوم يكتشفون أنواع جديدة من الكائنات، يكتشفون يعني إبداع جديد في خلق الله سبحانه وتعالى. عنوان هذا البحث أيها الأحبة: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا الضفدع الصغير جدا، حجمه صغير حقيقة، ولكن سأتأمل معكم دقة الصانع سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه النقط السوداء، العينين، هذا الشكل الجمالي الرائع. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الضفدع أيها الأحبة اكتشف حديثا عام 2019 في الإكوادور، وتبين أن له تركيب جميل جدا. انظروا هنا أحبتي في الله، هذا هو الضفدع الشفاف. انظروا سبحان الله، يعني كيف يظهر هذا القلب باللون الأحمر. سبحان الله، يعني إبداع الخالق. جلد شفاف، يظهر هنا القلب باللون الأحمر، وهنا الكبد، وهذه طبعا صورة لأنثى. يظهر هنا كيس البيوض باللون الأخضر. انظروا أيها الأحبة، سبحان الله، كله شفاف، سبحان المبدع. يعني أنا فقط عندما أتأمل مثل هذه المخلوقات أيها الأحبة، العلماء اليوم يفشلون تماما في تفسير سر وجود هذه الكائنات الشفافة. لماذا وجدت في الطبيعة؟ ما هو الهدف من وجودها؟ لم يجدوا إجابة. الجواب نجده في القرآن العظيم: يزيد في الخلق ما يشاء. الله عز وجل أراد أن يجعلك أيها الإنسان على بينة من دينك، أرادك أن تبني إيمانك على أساس عقلي وأساس علمي سليم. نحن في الإسلام أحبتي في الله لا يوجد لدينا إيمان أعمى. خلق الله هذه الكائنات سبحانه وتعالى وأعطاها هذا التصميم الرائع. يعني انظروا هنا أيها الأحبة، في أطراف هذا الضفدع، طبعا الصورة هنا يعني مهما كبرتها لا تعطيك التفاصيل الدقيقة لهذه الأطراف التي تظهر هنا باللون الأصفر. هذه الأطراف تفرز باستمرار مادة لاصقة تساعد هذا الضفدع على الالتصاق بالأماكن، بالأشياء، حتى الزجاج يستطيع أن يلتصق به. هذا الضفدع لديه وسائل للاصطياد والحياة أيها الأحبة. الضفدع أحبتي في الله لديه مجهز بدماغ صغير جدا، ولكن هذا الدماغ يناسب حياة هذا الضفدع من أجل التكاثر، من أجل التغذية، من أجل الاصطياد. يصطاد فرائسه من الذباب والحشرات وغير ذلك والبعوض، ويتغذى عليها وينظف البيئة. إذا له دور مهم في تنظيف البيئة وفي التوازن البيئي. هذا الضفدع الجميل أحبتي في الله زوده الله بطريقة يستطيع بها أن يحسب كيف يصطاد الفريسة، سرعة اصطياد الفريسة، سرعة حركة الفريسة. يستطيع أن يحرك عينيه ويرى بسرعة، وبالتالي الذبابة مثلا التي نفشل نحن البشر في اصطيادها. يعني أنت حاول أخي الحبيب، إذا رأيت ذبابة حاول أن تقتلها، غالبا ما تفشل في ذلك، لأن الذبابة ترى بالتصوير البطيء، تراك وأنت تحرك يدك وهي تتخذ القرار وتهرب بسهولة. هذا الضفدع لديه قوة إبصار وسرعة حساباته أعلى من الذبابة، لذلك هو يستطيع أن يصطاد الذبابة
بسهولة كبيرة جدا، يصطاد هذه الحشرات بسهولة كبيرة. من الذي زوده بقدرة على الحسابات أعلى من قدرة الذباب؟ الله عز وجل. لذلك الله تعالى قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لذلك أيها الأحبة، أنا مثل هذه الاكتشافات والله تزيدني إيمانا، تزيدني يقينا، أقتنع أنه لا يوجد شيء عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا يوجد عبث لا في خلق الله ولا في كون الله ولا في كلام الله. هذا المخلوق له دور، ومخلوق يسبح الله، هيأ الله له كل وسائل الحماية والحفظ والحياة والتكاثر. هذا المخلوق موجود منذ ملايين السنين ويتكاثر ويعيش ويسبح الله، ونحن عنه غافلون. فقط عام 2019 اكتشف، ولكن هذا لم يخلق الآن، هذا موجود منذ عشرات الملايين من السنين ويتكاثر. لذلك يعني أخي الحبيب، لا تظن أن العلماء وصلوا لكل شيء، لا يخدعونك فيقول إن العلم استطاع أن يعلم كل شيء. لا، هناك مليارات الكائنات نحن نجهلها، بخاصة في أعماق المحيطات نجهل تماما مليارات من الخلايا، من الكائنات عفوا، مليارات من الكائنات لم تكتشف بعد، موجودة في طبقات الأرض، موجودة في الكهوف، موجودة في أعماق البحار، موجودة في كل مكان، في أماكن البراكين، موجودة في كل مكان. العلماء يكتشفونها يوما بعد يوم ليظهر لنا الله أنك أيها الإنسان ضعيف. لا تظن أنك بلغت كل شيء من العلم، لا، أنت ضعيف. لذلك اعترف بضعفك أمام عظمة الخالق عز وجل، وتبقى هذه الآية عنوان لهذه المخلوقات، ينبغي أن نتدبرها ونتفكر فيها. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.